السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم غالب بن علي العبري، مؤسس شركة رافد، متخصصون في التعليم الإلكتروني وتصميم مواقع إلكترونية وتطبيقات الهواتف. نقدم استشارات والدعم الفني والتدريب في طيف واسع من المنتجات والخدمات التي نقدمها في الأنظمة الإدارية والمالية والتعليم الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية وكذلك التدريب الإلكتروني. سعيدين جدا بالمشاركة في مؤتمر البرمجيات الحرة المفتوحة المصدر والبرمجيات الحرة، ونحن دائما نشارك في هذا المحفل الذي يقام كل سنتين ولا نفوتها أبدا. شكرا جزيلا.